السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من صدى الأقلام، نستعرض فيها أهم ما جاء في الصحف المحلية والعربية والدولية. نبدأ من صحيفة المدى ونقرأ منها مقالا بعنوان الواقع الصحي بين البصرة والكويت وأيمن حسين للكاتب طالب عبد العزيز، إذ انتقد المقال الوضع الصحي المتدهور في العراق مع التركيز على الفجوة الكبيرة بين المجالين الصحيين في العراق والكويت. حالة اللاعب أيمن حسين تستخدم مثالا على هذا التدهور، إذ نقل إلى العلاج في الكويت على الرغم من توفر العلاج في البصرة. وأوضح الكاتب أن سمعة الأطباء العراقيين تأثرت بسبب الفساد وسوء الإدارة، وهو ما أدى إلى تراجع الثقة في النظام الصحي، إذ أبرز المقال أيضا معاناة المواطنين من نقص الرعاية الصحية المناسبة وتدهور البنية التحتية الطبية. في النهاية يدعو الكاتب إلى إصلاح شامل للنظام الصحي العراقي للتصدي لهذه التحديات. صورة القطاع الصحي في العراق لا تسر، وسمعة الطبيب العراقي على علميته وكفاءته مشوشة في ذهن المريض والمتابع والمواطن السليم أيضا. وحال المستشفيات في البصرة وغيرها من المحافظات لا ترقى إلى نصف ما عليه المستشفيات في أبسط وأفقر دول العالم. والطبيب العراقي هو في المستشفى الحكومي شيء، وفي عيادته والمستشفى الخاص شيء آخر، فقد تحول إلى تاجر أمراض، فهو يبني المجمعات والمختبرات والمستودعات الطبية، وغير معني بحياة الإنسان. أمر موجع حقا هذا الذي يحدث في العراق، فزوبعة فساد السياسيين تغطي كل ما جوهري ونبيل عند الكثيرين من العراقيين المخلصين الذين يعملون بصدق وإخلاص بعيدا عن ضجيج الإعلام ووسائط التواصل. ولعل قطاع الصحة من أكثر القطاعات نقدا وتعريضا لارتباطه بحياة الناس، فما جرى أمس الأول من تهويل في قضية علاج اللاعب أيمن حسين بدولة الكويت، يكتب اختصاصي أمراض القلب وطبيب التداخل القسطاري محمد جاسم عبد علي في إحدى أو في أحد مستشفيات البصرة، ما أثارني هو تعليقات من هب ودب ومن كافة فئات المجتمع وحتى الكوادر الطبية، وكأن العراق والبصرة بوجه الخصوص لا تمتلك الكفاءات ليتم الاستعانة بعدها بدولة شقيقة تقف إجلالا واحتراما بمجرد سماعها بطبيب عراقي. إلى موقع كتابات نقرأ منه مقالا بعنوان قصة موت معلن لدولة الفشل للكاتب عامر القيسي. استعرض المقال الفساد المتفشي في جميع مؤسسات الدولة العراقية، مشيرا إلى أن الفشل أصبح جزءا من هوية الدولة. وأوضح الكاتب أن الفضائح السياسية والمالية أصبحت متكررة، وهو ما يجعل من الصعب على أي حكومة إصلاح الوضع. وأبرز المقال كيف أن السياسيين يستغلون مناصبهم لمصالح شخصية على حساب الشعب، ويعبر عن تشاؤم من مستقبل العراق في ظل هذا التدهور، إذ يصف الكاتب الدولة بالفاشلة معبرا عن فقدان الأمل في تحقيق إصلاح حقيقي. وتناول المقال تأثير هذا الفساد على سمعة العراق دوليا، وهو ما يزيد من تعقيد الأزمة. لم نعد بحاجة إلى الكثير من الأدلة لإثبات أن الزمن العراقي الآن هو زمن الدولة الفاشلة، ليس في مؤسسة أو جهاز محدد كما يمكن أن يكون في أي بلد، بل في منظومة الدولة بكاملها، وكل محاولات الترقيع تطيح بها الفضائح بالضربة القاضية. لم تعد الفضائح تنتظر كثيرا، فقد أصبحت أكبر حجما من الصندوق الذي يحتويها، وهو صندوق الطبقة السياسية المشوهة الجاهلة بالدولة وأسرارها والعالمة بخفايا أموالها التي تتسرب من خزائننا إلى جيوب اللصوص الذين يتسابقون في عصر الفضائح على الإطاحة بضحايا الصف الثاني إنقاذا لشرف الدولة المنتهك. الشرف المنتهك ماليا وقانونيا ودستوريا وأخلاقيا، وسمعة منحدرة إلى الدرك الأسفل، حتى أصبح من المتعذر للفاسدين والجهلة إيقاف التدهور الحر لكرة الثلج التي تكبر وتتشظى وتتوالد، فلا سيطرة عليها إلا بالمحاولات البائسة لشرف الدولة المنتهك
بتلاعبات خسيسة بالألفاظ والمسميات حتى يسمى التجسس تنصتا، وأموال القرن المنهوبة إلى إهدار بالمال العام ورفع الستار عن مهزلة النزاهة إلى مشكلات شخصية تضج فضائحها علنا في مؤتمرات الضجيج الصحفية. دولة لم تعد قادرة على ستر عورتها فيما تتساقط عنها أوراق التوت بالجملة في غير مواسمها. إن كان للفساد والفشل موسما للتعري أمام جمهور يتفرج على آخر ما تبقى من الدولة في السيرك السياسي العراقي الأكثر تشوها وخداعا من أي عصر من عصور هذه الدولة. إلى مقال بعنوان عقود سكك الحديد سرقة ليس لها توصيف للكاتب صلاح الصافي، ناقش المقال فضيحة فساد جديدة تتعلق بعقود سكك الحديد في العراق، إذ بلغت قيمة الفساد أكثر من 22 مليار دولار. الكاتب سلط الضوء على تورط شخصيات سياسية بارزة في هذه الصفقات، وهو ما يزيد من الشكوك حول إدارة المواد العامة الأموال العامة، إذ أشار المقال إلى أن هذه الصفقة تفوق في ضخامتها ما يعرف بسرقة القرن، وحذر من تداعياتها الاقتصادية الكارثية على العراق. وأبرز الكاتب دور مجلس النواب والسلطات الرقابية في التستر على هذه الفضائح. في النهاية دعا الكاتب إلى تحقيق دولي ومحاكمة المتورطين لإيقاف هذا النزيف المالي المستمر. بعد أن كانت سرقة الأمانات الضريبية والتي أطلق عليها سرقة القرن، فإن صفقات الفساد المرعبة تتواصل من صفقة القرن وما تلاقى إلى مشاريع سكك الحديد والتي وصلت قيمة الفساد فيها إلى أكثر من 22 مليار دولار، وسط صدمة وذهول شعبي مما يحصل في العراق من فساد وصل إلى مراحل خطيرة جدا، من صفقة فساد مدوية إلى أخرى، زلزال إهدار الأموال وهزاته لا يتوقف ليضرب هذه المرة قطاع سكك الحديد بعقد كلفته 22.5 مليار دولار مع مجموعة شركات كورية، إضافة إلى شركة تابعة لبطل سرقة القرن المتهم الهارب نور زهير بالتوقيع مع وزارة النقل رقم أكبر من فلكي، بل حتى أن سرقة القرن بالنسبة له قد تكون بسيطة لهذا الحجم المرعب من الفساد الذي كان صادما ومخيفا. هذا العقد المالي الضخم والذي يتجاوز موازنة 3 دول مجاورة مجتمعة لا يمكن حتى لوزير التوقيع عليه، وبالتالي يتم وضع 1000 علامة استفهام عما يجري في إدارة أموال الدولة والتي قد تضع العراق في خانة الإفلاس بالأيام المقبلة أو المستقبل القريب. نبقى مع مقال قضية الفساد المتعلقة بعقود سكك الحديد في العراق لصلاح الصافي، إذ بلغت قيمة الفساد فيها أكثر من 22 مليار دولار. وصف الكاتب هذه الصفقة بأنها تتجاوز في ضخامتها ما يعرف بسرقة القرن، وهو ما يثير استياءً واسعاً لدى الشعب العراقي. هذه الصفقة تشمل توقيع عقد مع شركات كورية، إضافة إلى شركة مرتبطة بالمتهم الهارب نور زهير. تشمل كذلك مشاريع ضخمة قد تتسبب في إفلاس العراق. وهنا يشير الكاتب إلى أن هذا الفساد يهدد مستقبل البلاد، ترهن الصفقة جزءا من النفط العراقي بأسعار منخفضة، وهو ما يحقق أرباحا إضافية للشركات المتعاقدة. ويطرح الكاتب تساؤلا عن مستقبل العراق وسط هذا الفساد المستشري، محذرا من خطورة الوضع على البلاد. العراق أصبح البلد رقم 1 بين دول العالم بعدد السرقات وكمياتها. لن نتكلم عن سرقات عادية وإنما نتكلم عن سرقات مهولة. ففي سنة 2004 لم يصادق البرلمان على الموازنة وتبخرت الموازنة ولم تكن هناك تسوية سنوية، وقد اختفت وذهبت الأموال إلى جيوب الفاسدين. تلتها سرقة الكي كارد وانتهت مثل سابقاتها إلى جيوب الفاسدين. ولا ننسى سرقة وزارة التجارة والتي بطلها الداعية فلاح السوداني التي انتهت بمسرحية هزيلة. وصلنا إلى سرقة تم توصيفها بسرقة القرن لضخامتها. وصلنا اليوم إلى سرقة تعادل صفقة القرن 10 أضعاف. وهنا نصل إلى أن المنظومة السياسية الحاكمة تسعى إلى نهب الأموال في سباق محموم لم تصل لها أي مرحلة من مراحل حكم هذه المنظومة الفاسدة منذ عام 2003 وحتى الآن. بعد أن كانت السرقات بملايين الدولارات، تحولت السرقات إلى مليارات الدولارات.
وكأن البلد على شفا حفرة، ويجب أن يحصلوا على هذه الأموال قبل انهياره. والسؤال الذي يبحث المواطنون أو المختصون على حد سواء عن إجابة له: إذا كانت سرقة الأمانات الضريبية أطلق عليها سرقة القرن، فماذا يمكن أن نطلق على سرقة السكك الحديدية؟ إلى موقع عربي 21 نقرأ مقالا بعنوان: إدلب تتألق في معرضها للكتاب بنسخته الثالثة لأحمد موفق زيدان. استعرض المقال النجاح الذي حققته إدلب في تنظيم النسخة الثالثة من معرض الكتاب على الرغم من الظروف الصعبة. وأشار الكاتب إلى أن هذا المعرض استضاف أكثر من 44 دار نشر، نصفها من تركيا، وهو ما أتاح للمواطنين فرصة الاطلاع على جديد الكتب، إذ يسلط الضوء على الدور الفعال لحكومة الإنقاذ في تنظيم الحدث وتأهيل المركز الثقافي، وهو ما يعزز من مكانة إدلب بوصفها مركزا ثقافيا. مشاركة شخصيات مؤثرة في العالم العربي في ندوات المعرض كانت لافتة، حيث تمكنت إدلب من تسويق مشروعها فضلا عن كسر العزلة المفروضة عليها، وهي عزلة يشارك فيها بعض السوريين للأسف بتهمة أن مشروعها متشدد، وهو ما تنقضه أو تنقضه كل الصور والفيديوهات الصادرة عن إدلب. لكن الزمن فقط الكفيل بتغيير تلك النظرة، حيث شارك رئيس وزراء المغرب سعد الدين العثماني في ندوة كان فيها رئيس وزراء حكومة الإنقاذ محمد البشير، وركزت على دور الشباب، إذ كشف البشير أن أكثر من 75% من موظفي الحكومة تقل أعمارهم عن 40 عاما، وأكثر من 30% من موظفي الحكومة أعمارهم دون 30 عاما، وهو الأمر الذي يعكس مدى اهتمام الحكومة بعنصر الشباب. الرسالة الأهم في المعرض هي تعزيز ثقة الشارع السوري في الشمال المحرر بكيان إدلب الذي يتقدم على كل الجبهات العسكرية والشعبية والخدمية مقارنة بالكيانات الأخرى في نظام الأسد أو قسد أو غيرهما، بالإضافة إلى الرسالة للخارج السوري الذي سيدفعه على أن يعول على هذا الكيان في حماية وتأمين 5 ملايين سوري قادرين على العيش بكرامة رغم كل الصعوبات والعقبات المفروضة بعد تخفيض الدعم الدولي عن المخيمات السورية في الشمال المحرر. هذه وقفة قصيرة مشاهدينا مع الرسوم الكاريكاتيرية. رجال الأطفاء يستعدون للعمل لأيام لإخماد حريق للغابات شمالي ألمانيا. إذ قال رئيس وحدة إطفاء ألمانية السبت أن رجال الأطفاء في ألمانيا يستعدون لمكافحة حريق غابات لأيام عديدة شمالي ألمانيا، على الرغم من ألسنة اللهب في منطقة هارتس شمالي البلاد لا تنتشر إلى مناطق أخرى. وقال كايو فالوزا رئيس وحدة الأطفاء في هارتس: نجحنا في إخماد الحريق بكثير من الأيدي العاملة والتكنولوجيا، وتستعر ألسنة اللهب على طول 1000 متر في كونجستر بيرج، أحدى القمم الفرعية لبروكين، أعلى جبل في المنطقة. وبحسب المسؤولين المحليين فإن رجال الأطفاء كانوا يستخدمون الطائرات بإخماد ألسنة اللهب حتى حلول المساء. نتابعوا لكم الآن مشاهدينا الكرام المقطع المصور الذي اخترناه لكم، فإلى متابعة ممتعة.
بعد منافسة للوصول إلى قصر المرادية، فاز عبد المجيد تبون برئاسة الجزائر لولاية ثانية تستمر لخمس سنوات. فمن هو عبد المجيد تبون؟ ولد عبد المجيد تبون عام 1945 في منطقة المشرية جنوب غربي الجزائر. تخرج في المدرسة الوطنية للإدارة عام 1969، وبدأ مسيرته الإدارية في الهيئات الحكومية أميناً عاماً في ولايات عدة. شغل مناصب وزارية مهمة، أبرزها وزارة الإسكان قبل أن يعين رئيساً للوزراء في عام 2017، لكنه أقيل بعد 3 أشهر فقط بسبب تهجمه على رجال أعمال مرتبطين بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذين كانوا يستحوذون على الصفقات الحكومية، وغالبيتهم اليوم في السجن بتهم فساد متعلقة بهذه الصفقات. في 12 ديسمبر كانون الأول عام 2019 انتخب تبون رئيساً للجزائر ليصبح أول رئيس من خارج جيش التحرير الوطني الذي قاد حرب الاستقلال ضد الاستعمار الفرنسي بين عامي 1954 و1962، مواجهاً معارضة الحراك الشعبي بسبب سياساته التي وصفت بالقمعية وحدت من مساحات الحرية. تبون تمكن من تغيير صورته بوصفه أحد أركان النظام ليصبح بالنسبة للكثيرين رئيساً بوجه أبوي، ويصف نفسه بصاحب إصلاحات عميقة، إلا أن سجله في مجال الحريات ما زال يتعرض لانتقادات واسعة. الجزائريون ينتظرون ما ستحمله ولايته الثانية وما إذا كان سيفي بوعده لتحسين ظروفهم المعيشية. في نهاية جولتنا الصحفية مع صدى الأقلام، تقبلوا تحيتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.